مأساة كبيرة يعيشها النازحون في مخيم عربت بمحافظة السليمانية، حيث يعيش هؤلاء حياة تغص بأوضاع إنسانية صعبة تتمثل في صعوبة الحصول على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والتعليم، ناهيك عن درجات الحرارة المرتفعة. لا بردنا برد ولا حرنا حر. زين، يعني هي خيمة بلاستيك. وين الحكومة العراقية اللي جاي تقول ندعم وندعم وندعم؟ بس بالانتخابات يصيرون خيرين بروسنا. أنا حس أنا رجال عندي 9 نفرات، بس أريدهم يجون هنا يوم واحد بس. صارنا 6 سنوات ما جاينا واحد. شنو الخيم؟ هي مجرد مثل ما يقول تشوب مال لوري. من الحرارة، شدة الحرارة. يعني إذا طفت الوطنية أول مولد 5 دقائق ما تقدر تستقر إلا تطلع برا. وتفاقمت معاناة النازحين في مخيم عربت مع توقف أعمالهم منذ سنوات جراء ترك مناطقهم والنزوح إلى هذا المخيم بحثاً عن الأمان. هناك مهما يكون منطقتك تروح تعمر بيتك ترجع على زراعتك، لأن أكو ناس وايس. إحنا هنا فلاحين، فلح كلها فلح، عافت بساتينها وعافت جيعانا وحلالها وجت هنا. والله مو زين، ما عدنا حال الظام حالنا، ما جرانا بهالحار، ما عدنا قاعدين عطال بطال وكل شيء ما عندي وانا مريضة. التقصير والإهمال الحكومي في معالجة ملف النازحين في المخيمات وإعادتهم إلى مناطقهم ساهم بشكل كبير في تفاقم معاناة النازحين في مخيم عربت بمحافظة السليمانية. أريد المنحة مالتنا 1.5 مليون أن نمشي بها 2 مليون، أن بيوتنا فلشة. أريد أن نرمل من بيوتنا إن شاء الله نرجع. هسه لو بيوتنا مرمل من هذا كان إحنا رجعنا، بس بيوتنا لحد الآن واقعة، صار لها 5 سنين بالعرض. أحوال هؤلاء النازحين في هذا المخيم صورة من صور المآسي الكثيرة التي يعيشها العراقيون منذ عام 2003 بسبب سياسات الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على البلاد، والتي بسببها أصبح العراقي غريبا مشردا في وطنه.